بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنشرح الفسيولوجي بتاع موديول البلد على هيئة ريكوردات فيديو زي اللي احنا عاملينها ديت، لحد ما نشوف هنعمل ايه في موضوع الكلية. هل هيرجعوا مثلا ويبدأوا تاني من الأول، ولا هل هيكملوا ويقولك خلاص الموديول دوت انتهى فاحنا هنمشي معاهم، وان شاء الله يعني الدنيا تبقى تمام. طيب، بيقول لك ان الشابتر البلاد حجم الدم اولا، طبعا هنمشي في الداتا اللي انا عاملها في الفيديو ديت، وبعدين يبقى ذاكر من الداتا بتاعت الكلية. حجم الدم حوالي 5600 ملي، يعني حوالي 5.5 لتر. لو جبنا انبوبة وحطيناها فيها دم زي ما موجود في الرسم عندك كده، هتبص تلاقي ان المنطقة اللي فوق من الدم بقت منطقة شفافة، وسبتها شوية حوالي نص ساعة يعني. هتبص تلاقي المنطقة اللي فوق بقت منطقة شفافة، والمنطقة اللي تحت بقت خلايا مكدسة فوق بعضها، فيسموا اللي فوق ديت هي البلازما، والبلازما ديت تعتبر المية بتاعة الدم، ودي نسبتها 55% من الدم. والجزء اللي تحت هي عبارة عن خلايا فوق بعضها، وديت بيسموها السيلز، ودي نسبتها 45%. طيب، ايه انواع الخلايا اللي موجودة عندك في الدم؟ 3 انواع بيسموها كرات الدم الحمراء. وكلمة خلايا الدم الحمراء غلط، هي اسمها كرات الدم الحمراء، red blood كورباسلز. كورباسلز يعني كرة. وفي كرات الدم البيضاء، أو لو خلايا الدم البيضاء اللي بيسموها وايت بلاد سيلز، وفي الصفائح الدموية اللي بيسموها بليتلت. دول الثلاث خلايا الأساسيين. يبقى الدم مكون من 4 حاجات: بلازما وثلاث خلايا، خلايا الدم حمراء، خلايا الدم بيضاء، وصفائح دموية. طيب، حجم الدم قد ايه؟ بيقولك انها بتمثل 8% من وزن الجسم. يعني حضرتك مثلا لو 100 كيلو، في 8 كيلو من جسمك هو عبارة عن دم. ماشي. بيقولك ايه السطر اللي بعدها من اخر السطر؟ الشخص اللي وزنه 70 كيلو، ميل ادلت يانج، هتلاقي عنده 5.6 لتر دم. ده جايبين النموذج الشخص المثالي اللي 70 كيلو وزنه مظبوط، ميل ادلت يانج، بيبقى عنده 5.6 لتر دم. الرقم ما يهمنيش قوي، يهمني النقطة اللي بعدها. بيقولك هتلاقي نسبة الدم في الفيميل والناس الأوبيز أقل شوية، less in female and obese. ليه؟ لأن الفيميل والأوبيز يحتوي على نسبة عالية من الفات، ودي بتقلل، بتاخد حيز من الجسم كبير من وزن الجسم. طيب، ايه الوظائف العامة للجسم؟ ايه هي general function of blood؟ احنا بنتكلم على general function of blood. السؤال ده سؤال عايم، يعني ايه وظائف الدم؟ طب ما الشابتر بتاعنا كله عبارة عن وظائف الدم. هو هيسرد لك 4 وظائف عامة كده. ايه وديت وظائف الدم؟ اول وظيفة، الدم دوت بيلف في الجسم كله، وبالتالي ما دام بيلف في الجسم كله يقدر ياخد معاه اي حاجة ويوديها لأي حتة في الجسم، وبالتالي الوظيفة الأولانية بتاعته ترانسبورت، يقدر ينقل المواد. انهي مواد؟ اي مواد حضرتك عايزها، اي حاجة. رقم 2، والوظيفة رقم 2 هي ديت بيسموها defensive function، الدفاع عن الجسم. والدفاع عن الجسم ديت هي وظائف كرات الدم البيضاء أو خلايا الدم البيضاء اللي اسمها white blood cells، ومتى تنتج منها من أجسام مضادة اسمها antibodies. الأجسام المضادة هي أجسام بتطلع من الأجسام من كرات الدم البيضاء. طيب، يبقى الوظيفة التانية اسمها defensive function. الوظيفة رقم 3 بيقولك هي وقف النزيف، اسمها hemostatic function. يعني ايه كلمة هيمو؟ يعني دم. ستاتيك يعني ايه؟ يعني الحفاظ، معناها الحفاظ على الدم. يعني ايه الجملة ديت؟ معناها بين قوسين هي ستوبج البليدنج، والمختص بالوظيفة ديت زي ما ناخدها بعدين هي البليتلت، الصفائح الدموية. الوظيفة رقم 4، ودي وظيفة شاملة للجسم. بصوا يا شباب، في حاجة اسمها هوميوستيزيس، اسمها هوميوستيزيس. هوميوستيزيس متقسمة لجزئين، هوم وستيزيس. هم يعني منزل، وستيزيس يعني ثبات، معناها الحفاظ على الاتزان الداخلي للجسم. يعني ايه الجملة دي يا شباب؟ بيقولوا ان كل انظمة الجسم بتشارك بعضها بحيث انها تحافظ على الاتزان الداخلي للجسم، وتمنع التغيرات اللي ممكن تحصل في البيئة الداخلية للجسم. يعني الانسان ما ينفعش البي اتش عنده تتغير، ولا التمبريتشر، ولا نسبة الصوديوم، ونسبة البوتاسيوم، ونسبة، لازم ان الظروف بتاعة الداخلية للجسم دي تفضل ثابتة. مين اللي بيحافظ عليها؟ كل أنظمة الجسم بتشترك مع بعضها عشان تحافظ على الاتزان الداخلي للجسم. ومن ضمن أنظمة الجسم اللي احنا بندرسها في الموديول دوت هو البلد، وبالتالي البلد بيشارك في العملية اللي اسمها
هوميوستاتيك فانكشن، ومعناها keeping internal environment constant، معناها الحفاظ على البيئة الداخلية للجسم ثابتة ما تختلفش. ازاي؟ كل أنظمة الجسم بتشارك فيها، ومن ضمنها شابتر بلاد إذا ما وظيفته اسمها هوميوستاتيك. وعشان كده يا دكتور لازم حضرتك تفرق ما بين كلمة هيموستاتيك وهوميوستاتيك. هيموستاتيك فانكشن معناها وقف النزيف، هوميوستاتيك ديت قلنا الوظيفة العامة للجسم إن كلهم يشاركوا بعض عشان يوقفوا يحافظوا على الديزاين الداخلي للجسم. طيب البون مارو، يعني إيه بون مارو؟ نخاع العظام. بيقولوا هو ده مكان تكوين خلايا الدم الحمراء، مش الحمراء، خلايا الدم كلها. هو ماس سايت اوف بلاد سيل فورميشن، كرات الدم كلها ايا كان الحمراء او البيضه او الصفائح الدمويه بيتم تكوينها في البون مارو. ازاي يا دكتور؟ ركز بقى، نقرا تاني السطرين. البون مارو هو السايت اوف بلاد سيل فورميشن. طب ويا دكتور والبلازما؟ البلازما دي ميه، ميه تتكون في البون مارو ليه؟ بيقولك في الادلت الار بي سيز والبليتلت ومعظم كرات الدم البيضاء بيتم تكوينها في البون مارو، بي ام يعني اختصار البون مارو. ازاي؟ بص يا باشا، البون مارو عنده نسيج هناك اسمه هيموبيوتيك تيشو، اسمه هيموبيوتيك تيشو. سموه ليه كده؟ هيمو يعني دم، وبيوتيك يعني مصنع، تيشو يعني نسيج، من الاخر معناها النسيج المصنع للدم. عنده نسيج اسمه ايه؟ هيموبيوتيك تيشو. النسيج دوت يحتوي على خلايا اسمها ستيم سيل، وكلنا سمعنا عن كلمة ستيم سيل دي. ستيم سيل بيسموها الخلايا الجذعية، دي خلية تقدر تتحور وتدي أي نوع من أنواع الخلايا اللي ممكن تتمناها، ممكن تطلع كبد، ممكن تطلع قلب، ممكن تطلع أي حاجة، وده الأساليب الجديدة في العلاج في الطب. المهم في خلايا جذعية هناك اسمها ستيم سيل. البون مارو عنده نسيج اسمه هيموبيوتيك تيشو، والهيموبيوتيك تيشو دوت عنده خلايا هناك اسمها ايه؟ ستيم سيل. الستيم سيل دي تقدر تدي 3 انواع من الخلايا. النوع الاولاني اسمه اريثرويد، اللي هيكبر ان شاء الله في المستقبل ويدي ار بي سيز، كرات الدم الحمراء. والنوع التاني اسمه مايلويد، اللي هيكبر ان شاء الله في المستقبل ويدي البليتلت، الصفائح الدمويه. والنوع التالت الستيم سيل ممكن تتحول الى ليمفويد سيل، ودي تدي ان شاء الله لما تكبر الوايت بلاد سيلز. يبقى كده انا عندي البون مارو في نسيج جواه اسمه هيموبيوتيك تيشو، والهيموبيوتيك تيشو دوت يحتوي على خلايا اسمها ستيم سيل، عندها قدرة تتحول لثلاث أنواع من الخلايا: إريثرويد، مايلويد، ليمفويد. إريثرويد تدي آر بي سيز، مايلويد تدي بليتلت، وليمفويد تدي وايت بلاد سيل. طيب مجرد إن الآر بي سيز اللي هي كرات الدم الحمراء تتكون والبليتلت تتكون، الاتنين دول مجرد إن هما يتكونوا يطلعوا على طول للسيركيوليشن، للدورة الدموية. ليه؟ عشان يقوموا بالوظيفة بتاعتهم بشكل مباشر. انما بعد الوايت بلاد سيلز لما تتكون بيقولك بتروح لانذر سايت فور ماتيوريشن، بتروح لمكان تاني عشان يحصل لها عمليه ماتيوريشن. يعني ايه ماتيوريشن؟ يعني نضوج، لان ما ينفعش كرات الدم البيضاء اول ما تطلع تروح على طول تدافع عن الجسم ضد البكتيريا، لازم يروح الاول يتم تدريبها. مين الاماكن اللي بيحصل لها ماتيوريشن؟ هو الليمف نود، اللي ان يعني ليمف نود، والسبلين اللي هي العقد الليمفاويه والطحال. حضرتك نقول تاني بتاع الصفحة ديت، احنا قلنا أول حاجة إن الدم حجمه حوالي 5600 مللي، من لو جبنا أنبوبة وحطينا لها دم هتلاقيها بتتقسم لجزء فوق اسمه إيه؟ بلازما، نسبته كام؟ 55%، والجزء تحت تحتها اسمها سيلز، نسبتها كام؟ 45%. بيقولك إن الخلايا اللي موجودة في الجسم هي 3 خلايا: ريد بلاد كوربسل، كرات الدم الحمراء، وايت بلاد سيلز، كرات الدم البيضاء او خلايا الدم البيضاء، والبليتلت، الصفائح الدمويه. وحجم الجسم، حجم الدم بيقول لك انها بتمثل 8% من وزن الجسم. رقم 2، الانسان اللي وزنه 70 كيلو ينج ادلت ميل دوت بيبقى عنده حوالي 5.6 لتر دم، اللي هو 5600. ماشي، المعلومه اللي تهمني قوي ان نسبه الدم بتبقى اقل شويه، الخلايا بتاع الدم او الدم كله اقل شويه في الفيميل والاوبيز، لانهم يحتوي على كميه كبيره من الفات. الوظائف العامة للدم أول وظيفة ترانسبورت ينقل، الوظيفة التانية يدافع عن الجسم، وديات الخاصية بتاعة الوايت بلاد سيلز والأنتي بودي، هيموستاسيس، هيموستاتيك يعني وقف النزيف، ستوبج للبليدنج، وديات وظيفة البليتلت. آخر حاجة هوميوستاسيس، والهوميوستاسيس ديت معناها الحفاظ على الاتزان الداخلي للجسم، وديت بيشارك فيها كل أعضاء الجسم بما فيها شابتر البلاد، إذا هي من ضمن وظائف شابتر البلاد زي ما احنا حطيناها. البوم مارو، قال البوم مارو هو مكان تكوين خلايا الدم، بيقولوا إن خلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية ومعظم خلايا الدم البيضاء، معظم عشان خلايا الدم البيضاء دي هيجي لها مكان تاني،
معظم خلايا الدم البيضاء بتتكون في البون مارو. ازاي؟ البون مارو عنده نسيج اسمه هيموبيتر تيشو، والهيموبيتر تيشو دوت يحتوي على خلايا اسمها ستيم سيل. خلية الستيم سيل عندها قدرة على التحور لثلاث أنواع: إريثرويد عشان تدي ار بي سيز، مايلويد عشان تدي بليتلت، واخر حاجه ليمفويد عشان تدي وايت بلاد سيلز. مجرد ان الار بي سيز والبليتلت تم تكوينها يطلعوا على طول يروحوا للسيركيوليشن عشان يقوموا بالوظيفه بتاعتهم، انما الوايت بلاد سيلز لما بتتكون بتروح لمكان تاني عشان يحصل لها عمليه اسمها ماتيوريشن، والمكان التاني دوت هو الليمف نود ولا سبلين. ماشي، دي صفحه كويس. الصفحه اللي بعدها هيبدا بقى يسردلي. انت قلت لي ان الدم مكون من بلازما وثلاث خلايا، فالشابتر بتاعنا كله ان شاء الله هيتكلم عن بلازما، ويتكلم عن خليه الدم الحمراء، وخليه الدم البيضاء، وصفائح واحد دموي. فيبتدي كلامه على البلازما. نسبة البلازما اللي موجودة في جسمك، انت لسه قايل من شوية في الدم، هي 55% من حجم الدم. هو الكتاب قام قايل لك هي 55 ل 60% من حجم الدم. طيب البلازما بتتكون من ايه؟ قال لي بتتكون من ثلاث حاجات. اول حاجة مية، ودي نسبتها 90%. مواد دايبة في المية بيسموها ديزولفد سوليوت، ودي نسبتها 10%. واكسجين وسي او 2. طب ونسبة الأكسجين والسي او 2 نسبتهم قليلة خالص، لدرجة إن هما محطهمش في قلب التقسيمة، يعني حطهم في تقسيمة ومدهمش رقم. يبقى كده البلازما بتتكون من إيه؟ 90% من تكوين البلازما مية، و10% مواد دايبة في قلب المية بيسموها ديزولفد سوليوت، وآخر حاجة أكسجين وإيه؟ سي او 2. طيب المواد اللي دايبة في قلب البلازما دي اللي بيسموها ديزولفد سوليوت، قال لك بيتقسم لجزئين: مواد عضوية ومواد غير عضوية، أورجانيك وإن أورجانيك. مواد عضوية اورجانيك دي نسبتها 9.1، ومواد غير عضويه اسمها ان اورجانيك ودي نسبتها 9.10. ولو حطيت 9.10 على 9.1 يطلع لك 10%. خلاص كده. طب ايه المواد الان اورجانيك دوت؟ زي الصوديوم والبوتاسيوم والكلور، المواد الغير عضويه التافهه اللي ملهاش لازمه. يبقى تاني كده، انا قلت البلازما نسبتها 55 ل 60%، تقسم لثلاث اجزاء: ميه 90%، وديزولفت سوليوت مواد دايبه فيها نسبتها 10%، واكسجين وسي او 2 مالهمش نسبه. المواد اللي دايبه فيها يا اما مواد عضويه اورجانيك نسبتها 9.1، يا اما مواد غير عضويه نسبتها 9.10، وديت زي الصوديوم والبوتاسيوم والكلور والكلام ده. طيب المواد العضويه اللي مدايبه في قلب البلازما، الكتاب قال لك حتتين قسموها: بروتين، واطلقوا عليها بلازما بروتين لانها بروتينات البلازما، ودي بتمثل 7.1، والجزء التاني بيسموها اذرز. اذرز يعني ايه؟ زي ليبيد وانزيم وفيتامينز ومش عارف ايه، حاجات كتير كده. المهم يسموها اذرز بنسبه كام؟ 2%. اللي يهمني قوي اللي احنا معلمين عليها دي، البلازما بروتين تمثل نسبه 7.1 من اصل البلازما. وتعالى نقول الطريقه بتاع الرسمه دي تاني. تاني يا باشا، البلازما نسبتها 55 ل 60%، البلازما ثلاث اجزاء: ميه نسبه 90%، مواد دايبة اسمها ديزولفد سوليوت نسبتها 10%، واكسجين وسي او 2 ملناش دعوة بيها. المواد الدايبة ديت بنقسمها يا اما اورجانيك عضوية، يا اما ان اورجانيك غير عضوية. الاورجانيك نسبتها 9.1، الان اورجانيك نسبتها 9.10. حلو. المواد العضوية دي في منها المهم بالنسبة لي قوي البروتينات، او بيسموها بلازما بروتين، ودي نسبتها 7.1، واذرز نسبتها 2%. طيب نبتدي بقى. الكتاب بيقول لك سيبك من الهري اللي انا قلته كله في مكونات البلازما، سيبك من الميه، وسيبك من الاورجانيك، وسيبك من الكلام ده. عايز يتكلم على الناس اللي اسمها بلازما بروتين. لسه قايلين من شويه ان البلازما بروتين تمثل 7.1 من حجم البلازما. 7.1% من حجم مين؟ البلازما. طب البلازما بروتين دول لما جينا نمسكهم ونوزنهم طلعوا قد ايه؟ طلعوا رقم لازم تحفظه زي اسمك، 6 ل 8 جرام. 6 ل 8 جرام. هما مين البلازما بروتين اللي انت عامل عليهم حوار دوت؟ هما أربعة، في طبعا أكتر من كده بس هما أربعة اللي عندنا: ألبيومين، جلوبيلين، فايبرونوجين، وبروثرومبين. تاني اسمهم ألبيومين، جلوبيلين، فايبرونوجين، والأخير بتاعهم اسمه بروثرومبين. ووزن كل واحد لازم حضرتك تحفظه. الألبيومين هو أكتر وزن فيهم 3.5 لخمسة، الجلوبيلين نسبته 2.5، الفايبرونج نسبته 4.1، والبروثرومب نسبته 1%. الارقام دي هتتحفظ؟ اه هتتحفظ، عشان بيجي ساعات يقول لك مين الموست كونسنتريشن، مين اكتر كونسنتريشن في الاربعه دول. طبعا الالبيومين. طيب البلازما بروتين تاني هي عباره عن اربعه، عرفنا اسمائهم، وعرفنا حجم كل واحد فيهم، وعرفنا كلهم على بعضهم وزنهم 6 ل 8،
وعرفت ان السطر اللي فوقه انها تمثل 7.1 من حجم البلازما. طيب فين تكوين البلازما بروتين؟ معلومة عامة للجسم كله، اي بروتين في جسمك، مش بشرط بس البروتينات بتاعة البلازما اللي احنا بنتكلم عليهم دول، اي بروتينات في جسمك مكان تكوينها الاساسي في الليفر. بصوا يا شباب، دايما في ناس تقعد تقول لك اهم عضو في الجسم، ناس تقول لك بتوع القلب، ناس تقول لك المخ، وفي ناس تقول لك الكلى، حوارات كتير. اهم عضو في الجسم هو الليفر، هو بيقوم بمعظم وظائف الجسم اساسا، وتحس ان هو الغلبان بتاع الجسم. فاي حاجه بتتكون، اي حاجه بتتكسر، اي حاجه بتحصل لها، اي حاجه بتحصل لها في الليفر ان شاء الله. فالمكان بتاع التكوين هنا، السايت اوف الفورميشن، بيبقى فين؟ في الليفر. كل الكاتب ايه بقى؟ اول، كلهم يعني هم الاربعه بيكونوا في الليفر. بس كاتب جمله مهمه، ان اديشن تو. يعني ايه ان اديشن تو؟ يعني بالاضافه الى، اللي اسمه جلوبيولين، اللي اسمه ايه؟ جلوبيولين. كده الجلوبيولين بيتكون في الليفر زي ما احنا متفقين، بالاضافه الى انه ممكن جلوبيولين يتكون في اماكن تانية اسمها ليمفويد تيشو، عن طريق خليه هناك في الليمفويد تيشو اسمها بلازما سيل. عشان بتيجي في الامتحان، كل بلازما بروتين بيتم تكوينها في الليفر؟ اه. طب والجلوبيولين؟ الجلوبيولين بيتكون برضو في الليفر، بالاضافه الى انه مكان تاني ممكن يكونه هو الليمفويد تيشو، عن طريق خليه هناك في الليمفويد تيشو اسمها ايه؟ بلازما سيل. بصوا، ما ينفعش حضرتك تقوم قايل كلهم بيتكونوا في الليفر ما عدا الجلوبيلين، الجمله دي غلط. كلهم بيتكونوا في الليفر، بالاضافه الى الجلوبيلين بيتكون في مكان تاني اسمه ليمفويد تيشو، عن طريق خليه هناك اسمها بلازما سيل. انا تطرت قوي في الحته ديت بس عايزين نقولها بسرعه. البلازما بروتين، انا مسكت البلازما وقسمتها حاجات كتير، ووصلت في الاخر ان في مركبات في البلازما اسمها بلازما بروتين. هو الكتاب مهتم ان احنا نشرحها، وباقي الريكورد كله عن البلازما بروتين. البلازما بروتين نسبتها 6 ل 8 جرام 100%. هم اربعه، البيومين، جلوبولين، فايبرونجين، وابروثرومبين. والمكان بتاع التكوين كلهم بيتكونوا في الليفر، بالاضافه الى واحد اسمه جلوبولين بيتكون في مكان تاني اسمها ليمفويد تيشو، عن طريق خليه اسمها بلازما سيل. حلو، مين البلازما بروتين اللي انت عامل لي عليهم حوار كل شويه؟ نسبتهم واسمائهم وبيتكونوا فين؟ هم وظيفتهم ايه اساسا؟ ومهمين ليه قوي كده عشان حضرتك تقعد تتك عليهم؟ قال لي وظيفه البلازما بروتين، وده السؤال المهم. فانكشن اوف بلازما بروتين. بص يا باشا، قبل ما نقرا كده، يعني ايه كلمه سبيسيفيك فانكشن؟ سبيسيفيك فانكشن يعني كل واحد من الاربعه اللي احنا قايلينهم، واحد من الاربعه بتوع البلازما بروتين اللي هو الالبيومين او الجلوبلين او فايبرونجين او بروثرومبين، كل واحد عنده وظيفه هو قادر ان هو يعملها، ومفيش واحد من اخواته التانيين يعرف يعملها. تاني، specific function يعني كل واحد عنده وظيفة هي خاصة بيه، محدش يعرف يعملها الا هو ده هو. طب يعني كلمة non specific function؟ معناها هما الاربعة بيشتغلوا نفس الوظائف اللي هنقولهم بعد كده. طب بالراحة يا دكتور عشان ما تلخبطنيش، خلينا الاول في ال specific function. ال specific function بيقولك ان كل واحد في دول عنده وظيفة خاصة بيه، واول واحد فيهم هو الالبيومين، عنده وظيفة خاصة بيه اسمها اوزموتيك فانكشن. يعني ايه يا دكتور كلمة اوزموتيك فانكشن ديت؟ اوزموتيك فانكشن معناها الخاصية الاسموزية. مش فاهم بقى وفهمني. بص يا بيه، الالبيومين بيفضل ماشي في البلازما، وربنا اداله خاصية، وعشان وزنه الكبير، عشان هو اكتر تركيز واحد فيهم، عنده قدرة وهو ماشي في قلب البلازما ان هو يشفط المية اللي موجودة عند الخلايا الموجودة بتاعة الجسم ويرجعها تاني للدم. يشفط المية من عند الخلية ويرجعها للدم، وبالتالي هو بيمنع تراكم المية عند الخلية، عشان كده الخلية ما بتورمش، وبالتالي يفضل محافظ على حجم الدم، ويفضل حجم الدم اللي هو الرقم اللي احنا عارفينه اللي هو 5.6 لتر اللي انت عارفه. دي بيسموها الخاصية الأسموزية. فبيقول لك هنا ايه الوظيفة؟ هقول له اوزموتيك فانكشن. ومين اللي عمل الاوزموتيك فانكشن؟ اسمه البيومين، بيشارك في قوة الشفط بتاعة المية، يسحب المية بقوة 28 ملي متر ميركري. ملي متر ميركري يعني الزئبق، يعني المهم اسمها ام ام اتش جي.
يعني ايه بقى الاوزموتيك فانكشن؟ كاتب ان الالبيومين وذرو، وذرو يعني يسحب الفلويد السوائل فروم سيل من الخلايا للبلط، وبالتالي كده منع ان الميه تتراكم عند الخليه، وبالتالي ادى الى الحفاظ على حجم الدم. ودي وظيفه مهمه جدا، لان مثلا الناس اللي احنا بنشوفها بيقولك عنده استسقاء. يعني ايه استسقاء دوت؟ يعني ميه موجوده في قلب بطنه، ماشي، بكرش كبير كده في ميه. ايه ده؟ ده بيبقى واحد عنده فشل في الكبد، وفشل الكبد بيخلي الالبيومين ما يتكونش، لان الالبيومين تكوينه في الليفر. ده شخص عنده فشل في الكبد، وما دام ما عندوش كبد سليم يبقى ما عندوش البيومين، ما عندوش البيومين يبقى ما عندوش الخاصيه بتاعه الشفط بتاعه الميه اللي اسمها اوزموتيك، فالميه تتراكم في الخليه، واكتر مكان تتراكم فيه هي بطنه، ويبان عنده الاستسقاء اللي اسمه اسايتس. ملناش دعوه يا دكتور بالكلام ده، زياده عليا. المعلومه اللي عندي يا باشا ان في وظيفه خاصه للالبيومين، يعرف هو يعملها واخواته التانيين لا. وظيفته ايه؟ هي قوه الشفط، اسمها اوزموتيك فانكشن، بتساوي كام؟ 28. يشفط منين؟ من الخلية، يودي المية فين؟ في اتجاه البلط. الوظيفة التانية هي defensive function. ايه defensive؟ اه، الباشا اللي اسمه جلوبيلين، في منه انواع، في نوع اسمه جاما جلوبيلين، والجاما جلوبيلين اللي هو النوع اللي اسمه جلوبيلين دوت بيخش في تكوين الاجسام المضادة، وبالتالي اللي هي الاسماء انتي بودي، وبالتالي هو من ضمن وظيفته الدفاع عن الجسم، defensive function. اذا دي خاصية خاصة بالجلوبيلين، محدش يعرف يعملها الا الجلوبيلين. الالبومين يعرفش يعملها، الالبومين يعرف يعمل اوزموتيك فانكشن، الجلوبيلين يعرف يعمل ديفنسيف. ليه يا دكتور بيعمل ديفنسيف؟ لان في نوع من انواع الجلوبيلين اسمها جاما جلوبيلين بيخش في تكوين الاجسام المضادة. الوظيفة رقم 3، اللزوجة. هو الدم لزج؟ اه، يعني يا دكتور الدم زي العسل، لزج زي العسل؟ لا. طب الدم لزج زي الميه، يعني رؤية خالص زي الميه كده؟ لا، هو ما بين ده وما بين ده. الدم عنده خاصيه ان هو يبقى ما بين اللزوجه، ما بين الميه وما بين العسل، يعني مش لزج قوي ولا ميه خالص. مين السبب الاساسي اللي خلى، لا سوري الجمله دي غلط، مين من ضمن الاسباب اللي خلت الدم فيه لزوجه؟ اللي اسمه فايبرونوجين. الفايبرونوجين مسؤول عن لزوجه الدم. هل الالبيومين بيشارك في لزوجة الدم؟ لا. هل الجلوبولين بيشارك في لزوجة الدم؟ لا. مين اللي مسؤول عن لزوجة الدم؟ فايبرونوجين. وعشان كده سموها specific function، هي خاصة بيه. الوظيفة اللي بعد كده اسمها clotting of blood. يعني ايه كلمة clotting of blood؟ معناها تجلط الدم. clotting of blood معناها تجلط الدم. ومين المسؤول عن تجلط الدم زي ما ناخد بعدين؟ هما اتنين، فايبرونوجين وبروثرومبين. اذا يا دكتور احنا بندرس حاجه اسمها سبيسيفيك فانكشن. السبيسيفيك فانكشن بتاع مين؟ بتاعت البلازما بروتين. كل واحد من بتوع البلازما بروتين عنده خاصيه خاصه بيه، يعرف هو يعملها واخواته التانيين اللي من جنسه ما يعرفوش يعملوها. الالبومين يعرف يعمل حاجه اسمها اوزموتيك فانكشن، الجلوبولين يعرف يعمل حاجه اسمها ديفنسيف فانكشن، الفايبرونجين يعرف يعمل حاجه اسمها فيسكوستي، والفايبرونوجين كمان يشارك في الخاصية اللي اسمها كلوتينج. ومين كمان يعرف يعمل كلوتينج؟ البروثرومبين. دي بيسموها سبيسيفيك فانكشن، ومهمة جدا لانها بتيجي في الامتحان. يجي يقول لك الفيسكوستي اوف بلاد، مين ومن الاربعة دول بيشارك فيها؟ تقوم قايل الفايبرونوجين على طول. الديفنسيف فانكشن، مين من الاربعة دول بيشارك فيها؟ جلوبيلين على طول. انما في وظائف بيسموها نون سبيسيفيك. يعني ايه يا باشا نون سبيسيفيك؟ يعني هما الاربعة ما يفرقوش عن بعض فيها، كلهم بيشتغلوها. هل في واحد متخصص فيها؟ لا، كلهم بيشتغلوا نفس الوظائف اللي احنا هنقولها دي، فبيسموها نون سبيسيفيك فانكشن. هم ايه يا دكتور الوظائف التانية دي؟ ركز معايا عشان هنخلص ان شاء الله، ان شاء الله نخلي الريكورد ده 40 دقيقة. يا رب يا رب، عشان الابلود بيبقى صعب جدا، والريكورد بيبقى زهق قوي، وانا اول مره اشرح في ريكورد، والريكورد ده حاجه مقرفه، وانا مش فاهم انتوا فاهمين ولا لا. بس يلا، احنا فين يا باشا تاني؟ سيبك من الهبد اللي احنا قلناه ده كله، احنا بنقول في حاجه اسمها نون سبيسيفيك فانكشن اوف بلازما بروتين.
ايه الوظائف اللي غير مختصين، يعني غير مختصين يعني كلهم يعرفوا يشتغلوها. اول حاجة ممكن يشتغلوا كأنهم كارير. يعني ايه كارير؟ يعني يشيلوا ناس. مثلا لو انت عندك هرمونات ماشية في الدم، والهرمونات دي تكوينها كيميائي دهون، والدهون دي ما ينفعش تمشي لوحدها كده، مين يشيلها؟ هما دول البلازما بروتين، تلاقيهم اتشالوا على القلب من الجلوبولين، والناس دي خدوها لفوا بيها في الجسم كده، فيشتغلوا كأنهم شيالين. دي سهلة يا دكتور. الصعبة اللي بعدها بقى، مش صعبة يعني، بص يا بيه قبل ما نقراها، البي اتش بتاعة الدم مفروض تفضل 7.4، 7 وكام؟ وأربعة من عشرة. وأي اختلاف في البي اتش ممكن تهدد حياة الإنسان، نسبة الحموضة أو الرعدية اللي موجودة في جسمك ممكن تهدد حياتك. لازم عشان حضرتك تعيش لازم يفضل عند 7.4. طب ما في ظروف كتير يا دكتور ممكن تغير 7.4 دي. اه بس ربنا خلق مجموعة من المركبات اللي موجودة عندنا في جسمنا، والمركبات ديت عندها قدرة على انها تحافظ على البي اتش 7.4. تفهمني؟ البلازما بروتين اللي احنا بندرسها دي ناس عندها قدرة انها تحافظ على البي اتش بتاعتك 7.4 من الدخول اللي انت يحصل لك حموضة ولا قاعدية. عملتها ازاي؟ مش هو كلامنا دلوقتي، بس هي عندها قدرة انها تحافظ على البي اتش بتاعتنا 7.4، وبالتالي هي اشتغلت في وظيفة اسمها بفر فانكشن. نقرا بقى كده، بفر فانكشن معناها هي منتين يعني يحافظ البي اتش عند 7.4. مين من الجسم يقدر يعمل بفر فانكشن؟ ناس كتير جدا يعرفوا يعملوا البفر فانكشن، من ضمنهم البلازما بروتين. بيقول لك السطر اللي بعده، البلازما بروتين بتمثل 15% في النظام الكبير قوي اللي بيسموه بفر سيستم. تاني يا دكتور، في مركبات كتير يا باشا اسمها بايكربونات وفوسفات وفي كذا وفي في ناس كتير قوي يقدروا يحافظوا على البي اتش. من ضمن الناس الكتير ده هي البلازما بروتين بتاعتك، يقدروا يحافظوا على البي اتش بتاعت الدم 7.4 ما تتغيرش. البلازما بروتين بيشاركوا بنسبة 15% فقط في النظام اللي انت بتتكلم عليه اللي اسمه ايه؟ بافر سيستم. معلش انا عارف اللي هي مش عارف انت فهمت ولا لا، فانا عايز اعيدها تاني. بص يا بيه من الاول كده، البي اتش بتاع الدم احنا عايزينه 7.4. في حاجات كتير ممكن تخلي 7.4 دي تتغير، فربنا خلق دفاع عن الجسم ان هو يحافظ على البي اتش بتاعته 7.4، نظام اسمه بافر. من ضمن الناس اللي بتحافظ على البافر البي اتش ديت، من ضمن الناس البافر دول، البافر معناه الناس اللي بتحافظ على البي اتش، من ضمن الناس البافر دول هما بلازما بروتين. هل هما لوحدهم؟ لا، في ناس تانية كتير، بس هما من ضمن الناس البافر دول. بيشاركوا بنسبة كام؟ 15%. يا رب تكون فهمت. طبعا اللي ما فهمش يبقى يخش يسألني في ريكورد وانا اقولها تاني. ماشي، الوظيفة اللي بعدها من ضمن وظائف البلازما بروتين انهم يتحكموا في الكابيلاري بيرميابيليتي. وكلمة كابيلاري يعني شعيرات دموية، بيرميابيليتي يعني نفاذية. وقبل ما اشرح يعني ايه النفاذية بتاعت الكابيلاري، حضرتك خش زوم معايا على الرسمة دي. بص يا بي، انا تتب في النص ليومن، ليومن يعني ده الفوهة بتاعة الكبد، دي اسمها، ده المكان اللي بيعدي منه الدم، ده اللي فيه الشعيرات الدموية. بص في الجدار بقى، هتلاقي فيه خلايا فيها نقط حمراء، مالكش دعوة. ما بين الخلية والتانية في مكان فاضي انا كاتب لك عليه اسمه بورز، اسمها بورز، فجوات، بورز يعني فجوات. ومن خلال الفجوات اللي ما بين الخلايا دهيت تقدر المواد اللي ماشية جوه الليومن، اللي ماشي جوه اليومن اللي هو داخل الدم يعني، اليومن يعني الفوهة، تقدر تنتقل من قلب اليومن وتعدي زي ما عملت على رسم الخط كده وتطلع بره وتروح ناحية الخلايا. يعني مثلا ممكن يكون ماشي في اليومن ده جلوكوز، والجلوكوز يقوم مستخدم الحتة اللي ما بين الخلايا وبعضها اللي اسمها بورز ده، ويطلع بره ويروح يغذي الخلايا. حلو، وهذه يسموها كابيلاري بيرميابيليتي، والنفاذية بتاعة الكابيلاري بتتم عن طريق الفجوات اللي موجودة قدامك دي اللي اسمها ايه؟ بورز. البلازما بروتين ايه علاقتها بالموضوع ده؟ البلازما بروتين تشتغل كأنها حبة رز،
يعني ايه حبة رز؟ يعني تخش تقفل الفجوات ده اهي، ولما تقفل الفجوات ده هي يقل انتقال المواد من الكابيلاري في اتجاه الخلايا، وبالتالي تقل العملية اللي اسمها برميابيليتي. فبيقولك الوظيفة اسمها كنترول للكابيلاري برميابيليتي. بيقولك ان البلازما بروتين كلوز ذي سبور بتقفل الفجوات دي، وبالتالي بتقلل العملية اللي اسمها برميابيليتي. اذا هناك علاقة عكسية ما بين البلازما بروتين والبرميابيليتي، كل ما نسبة البلازما بروتين تزيد كل ما يقوموا مقفلين البورز، وكل ما البرميابيليتي تقل والعكس. الوظيفة الأخيرة بيسموها دايت ريزيرف، ودي حاجة رهيبة. يعني افرض حضرتك جسمك دخل في حالة برولونجد ستارفيشن. يعني ايه برولونجد ستارفيشن؟ معناها مجاعة فترة طويلة. هيبدأ في الأول في حرق الجلوكوز، وبعدين يحرق الفات، وبعدين يتضير ما يلاقيش قدامه حاجة يحرقها، فيبتدي يحرق البروتينات. مين البروتينات اللي ممكن يحرقها؟ يقوم داخل على البروتينات اللي موجودة في البلازما اللي هما الألبومينوجلوبين والناس ديت، ويبتدي يكسرها. ويكسرها ليه؟ عشان يحرقها لأنه مش لاقي. فبيقولك إنها تشتغل كأنها دايت ريزيرف. دايت مش معناها رجيم، مش معناها دايت يعني أكل. دايت ريزيرف تعتبر البلازما بروتين تعتبر مخزون للأكل، هي تعتبر سورس فور رابيد ريبليسمنت اوف تيشو بروتين. ممكن نعوض بيها التيشو بالبروتين بشكل سريع في حالات البرونجد ستارفيشن. طيب انا كده لك تحت شويه ان بي كده، معلش اقراهم. بيقول لك ان الجلوبولين، قبل ما نخش في الان بي، ما هي تاني يا دكتور؟ تاني يا دكتور. بيقول لك ان في وظائف للبلازما بروتين، في وظائف بيسموها سبيسيفيك فانكشن، وفي وظائف بيسموها نون سبيسيفيك. يعني ايه سبيسيفيك؟ يعني كل واحد يقدر يقوم بوظيفه خاصه بيه محدش من اخواته يعرف يقوم بيها. على سبيل المثال البومين يقوم بوظيفه اسمها اوزموتيك فانكشن، ومعناها ان الالبومين يشفط الميه من الخلايا، ودوت بتشرب قوه كام؟ 28. في وظيفه تانية جلوبولين عنده قدره ان هو يخش في الديفنسيف فانكشن، في الدفاع عن الجسم، ودوت محدش يعرف من اخواته التانيين يعملها. الفيسكوستي اللزوجه بتاعت الدم، مين سبب من اسباب لزوجه الدم؟ الفايبرونوجين. رقم 4 كلوتنج اوف بلاد، تدلط الدم، مين من ضمن الحاجات اللي بتساعد على تدلط الدم؟ الفايبرونوجين والبروثرومبين. كده ديت بيسموها سبيسيفيك فانكشن، وفي حاجات بيسموها نون سبيسيفيك فانكشن. نون سبيسيفيك فانكشن يعني كلهم ممكن يشتغلوا كانهم كارير، كلهم يحافظوا على البي اتش بتاعت الجسم، فكلهم بيعملوا حاجه اسمها بافر فانكشن. كلهم كده على بعضهم بيشاركوا بنسبه 15% في النظام بتاع البافر سيستم دوت. رقم 3 كلهم بيقللوا الكابيلاري برميابيليتي، لانهم بيقفلوا البورز اللي موجوده في الكابيلاري، وبالتالي علاقتهم وهي وهم والبرميابيليتي علاقه عكسيه. اخر حاجه دايت ريزيرف، بيقولك ان الجسم في حالات الاستارفيشن، في حالات المجاعه، ممكن يلجأ ليهم كسورس للبروتين، كانهم مصدر للبروتينات، ممكن يكسروا ويكسروا بلازما بروتين وياخدوا منهم الامينو اسيد بتاعتهم. اللي فوق اسمهم سبيسيفيك فانكشن، واللي تحت اسمهم نون سبيسيفيك فانكشن. ال ان بي بقى بيقول لك ايه؟ الجلوبولين في منه 3 انواع، الفا وبيتا وجاما. الفا وبيتا هما دول اللي بيشاركوا في الكارير، الوظيفه بتاعت اللي انت تشيل، انما الجاما هو ده اللي بيخش في تكوين الانتي بودي، وبالتالي وظيفته هو الديفنس. بص يا بيه، السؤال ده مهم بقى. لو جه في الامتحان ويقول لك ما السبب الاساسي للزودة الدم، ايه السبب الاساسي اللي يخلي الدم لزج؟ تلقائيا حضرتك هتروح تقول له الفايبرينوجين، والجمله دي غلط. السبب الاساسي اللي بيخلي الدم لزج هي كرات الدم الحمراء. طب يا دكتور، افرض انا شلت كرات الدم الحمراء ورميتها في الشارع وبصيت هلاقي الدم برضو لسه فيه شويه لزوج، ايه السبب بقى في اللزوجه المتبقيه دي؟ هو الفايبرونوجين. يعني السبب الاساسي لزوجه الدم هي كرات الدم الحمراء، السبب الثاني ورا كرات الدم الحمراء هو الفايبرونوجين. فعشان تكتب لك جمله ذا مين كوز اوف بلاد فيسكوستي، الاساسي هو الار بي سيز، انما مين كوز اوف بلازما دي اللي هي الميه بس، مفيش كرات دم حمراء، مين السبب اللي خلى البلازما دي لزجه؟ هو الفايبرونوجين. هو ده في اخر كلمه على اليمين. نخش لاخر صفحه عشان نخلص بقى. بص يا بيه، اخر صفحه بيكلمك يقول لك فيها ايه. حلوه والله. بص يا بيه، اخر صفحه يقول لك فيها ايه. انا مفيش بغني لكم كده في النص عشان ما تزهقوش.
في حالة اسمها dynamic state of plasma protein. يعني ايه كلمة dynamic؟ dynamic يعني حالة حركية. dynamic state معناها حالة حركية. قبل ما تقرا عشان ما تتشتتش معايا، ركز معايا كده. بيقول لك ان البلازما بروتين في حالة حركية مستمرة، وما بيقصدش على الحالة الحركية انها بتتحرك، يقصد بيها هنا انها دائما انها تخش في عملية تكسير وتتكسر وترجع تتكون تاني وترجع تتكسر تاني، وتفضل راحة جاية ما بين التكوين والتكسير. بس بيقول لك ان معدل التكوين بيساوي معدل التكسير بالظبط، كل ما يتكون شوية في شوية قدامهم تانيين بيتكسروا. وعشان النسبة بتفضل ثابتة بتاعة البلازما بروتين تفضل 6 لـ 8 زي ما انت شفت كده. تاني، يعني ايه كلمة dynamic state؟ dynamic state هي حالة حركية. بيقولك ايه؟ continuously formed from amino acid. نقرا مع بعض. continuously يعني باستمرار، formed منين؟ amino acid، and destructed into amino acid، برضه تتكسر ال amino acid. بس تكتب السطر اللي بعده، ال rate of formation بيساوي rate of ايه؟ destruction. ده معدل التكوين بيساوي معدل الايه؟ التكسير. وبالتالي النسبة كام يا شباب؟ ثابتة، بتساوي كام؟ 6 لـ 8 جرام. حلو. افرض يا باشا، افرض، ركز معايا كده، واحد حصل له هيموريدج. هيموريدج يعني ايه؟ يعني نزيف. ساعتها نسبة البلازما بروتين مش هتبقى 6 لـ 8، حضرتك هتوصل مثلا 2 3 4 على حسب مثلا انت نزفت قد ايه. هل الجسم هيقعد يتفرج عليك وانت بتنزف والبلازما بروتين بتقل؟ لازم الجسم يعوض لك البلازما بروتين ده. تاني، لو حصل نزيف هيحصل فرضان للبلازما بروتين، وحصل فرضان للبلازما بروتين لازم الجسم يحصل عملية اسمها يعمل عملية ريجينريشن. ريجينريشن يعني يعمل إعادة تجديد ويجدد البلازما بروتين. طيب ازاي يرجع نسبة البلازما بروتين؟ قال لك بطريقتين، الطريقتين اشتغلوا مع بعض. المرحلة الأولانية اسمها initial rapid phase. initial يعني سريعة أو بدائية، rapid يعني سريع، phase مرحلة. دي بتتم في خلال ساعات، ودوت الجسم بيقوم رايح مطلع بلازما بروتين كان مخزنها stored بروتين في التشو، وأكتر مكان كان مخزن بروتينات مخزنه هو الليفر. طب كده احنا طلعنا البلازما بروتين، طلعنا بروتينات من الليفر ورجعنا نسبة البلازما بروتين تاني. وبعدين قال لي المرحلة التانية على اليمين اسمها slow delayed phase. أروح في خلال أيام يروح يحصل عملية resynthesis البروتين. يعني ايه resynthesis؟ يعني أعيد تكوين البروتينات تاني، ودي برضه بيعملها مين؟ الليفر. مش فاهم حاجة. بص يا بيه، حضرتك معاك فلوس في البنك ومعاك فلوس في جيبك. حلو، معاك 100,000 جنيه في البنك ومعاك 1,000 جنيه في جيبك. رجلك دلوقتي اتكسرت. اما رجلك تتكسر كده، حضرتك هتروح المستشفى على طول ولا تروح تجيب من البنك فلوس؟ لا، هتقوم رايح المستشفى على طول، دافع الفلوس اللي معاك الـ1,000 جنيه دول ومصلح رجلك. طب وبعد كده تبقى تروح بعد كده للبنك تاخد منه تاني وترجع الـ1,000 جنيه دول يحطهم في جيبك. هذا نفس النظرية. حضرتك دلوقتي حصل لك نزيف، ايه اللي يحصل بسرعة؟ يحصل مرحلة سريعة اسمها initial rapid phase. دي بتتم في خلال ساعات. الجسم يروح للليفر والنبي يا باشا، والنبي والنبي يا ليفر، انا عندي شوية بلازما بروتين مخزنهم، طلعهم لي دلوقتي كده، انا صلحت نفسي بسرعة اهو. بس تبدأ مرحلة تانية اسمها slow delayed phase، ودي بتتم في خلال ايام. يروحوا للليفر يقول له بقول لك ايه، انا خدت منك شوية حاجات كده، لو سمحت يا ليفر اعمل عملية اسمها resynthesis، صنع بروتينات عشان تعوض المخزون اللي انا خدته منك. فهمت القصة كده؟ حلو. يعني من الاخر المرحلتين بيتموا مع بعض، بس المرحلة الاولانية سريعة عشان تعوضك بسرعة، والمرحلة التانية بتاخد ايام لانها في عملية تصنيع جديدة، فبتاخد ايام لغاية ما تخلص. بيسموا البروتينات اللي احنا طلعناها من المخزن بسرعة ديت في شكل سريع وعوضتني، بيسموها لابايل بروتين. سموها يعني ايه كلمة لابايل؟ لابايل يعني متداولة، يعني بروتينات سريعة نقدر نطلعها زي الفلوس اللي بتبقى في جيبك، زي الفلوس اللي بيسموها سيولة. سموها السيولة، معايا سيولة، معايا فلوس في جيبي اقدر اتحرك بيها بسرعة، فبيسموها لابايل بروتين. اخر حتة
للأسف الريكورد هيزيد عن 40 دقيقة، بس مش مشكلة. آخر حتة بيقولك فيه معادلة، انت عندكش مشكلة في الحتة دي تاني؟ نقولها معلش تاني، معلش معلش اقولها تاني. Dynamic state of plasma protein معناها ان بيتم عملية تكسير وتكوين بشكل سريع، وعملية التكوين وعملية التكسير بيساووا بعض، ولو حصل عملية اسمها مثلا نزيف يحصل عملية regeneration، والregeneration بيتم على هيئة حالتين، rapid initial phase او initial rapid phase، وبالحالة التانية اسمها slow delayed phase. المرحلة الأولانية اللي اسمها rapid initial phase ديت بتتم معلش بتتم في خلال hours، وبيكون متخزن بلازما بروتين، وتروح نطلعها من الأنسجة وخصوصا المين الليفر، ويسموا البلازما بروتين اللي طلعت في الحالة ديت لاباي البروتين. إنما التانية اسمها slow delayed phase، ودي بتتم في خلال أيام، وبيحصل عملية resynthesis بروتين إعادة تكوين، ودي بتبقى فين؟ في الليفر. حلو، آخر حاجة الألبيومين جلوبيلين ريشيو. يعني ايه القصة دي؟ أموليابين نسبة الألبيومين اللي موجودة عندك في جسمك، وقسموها نسبة الجلوبيلين، فبتطلع ألبيومين على جلوبيلين ريشيو، ريشيو يعني نسبة، بتطلع بواحد واتنين من عشرة إلى واحد وستة من عشرة، ما بين واحد واتنين من عشرة وواحد وستة من عشرة. حلو، هو يا دكتور هو أي هبل؟ أنت تجيب أي رقمين تقسمهم على بعض وتطلع رقم تالت وتقول لي دي النسبة بتاعتهم، أنا استفدت إيه؟ هتستفيد كتير دلوقتي، بس ركز بس. احنا هنجيب الالبيومين ونقسمه على الجلوبيلين، تطلع النسبة هي البيومين جلوبيلين ريشيو نسبتها 1.2 لـ1.6. حلو يا باشا، حلو يا باشا. افرض رحت عملت النسبة لشخص طلعت 8 من 10، قليلة خالص، ايه السبب؟ بص يا باشا، النسبة لما تقل معناها قدامك حل من الحالتين، يا اما البسط اللي فوق اللي اسمه البيومين ده يقل، يا اما المقام اللي تحت ده اهو الجلوبولين يزيد. يعني لما الاقي النسبه كلها قليله قدامك حلين، يا اما الالبيومين قل، يا اما مين زاد؟ الجلوبولين هو اللي زاد. فبيقول لك الاي على الجي ريشيو بتقل في حالتين، يا اما نقص الالبيومين يا اما زياده مين؟ الجلوبولين. امتى ينقص الالبيومين؟ ينقص الالبيومين في مرضين، ينقص الالبيومين لما يكون مصنع تصنيع الالبيومين بايظ، اللي هو الليفر، ودي بتحصل في حالات الليفر سيروزس، او ممكن تكون الكليه بايظه فبتخلي الالبيومين يطرد في البول بشكل سريع، فبيسموها كيدني نفروزس، ودول الحالتين اللي بيخلي فيهم مين يقل؟ الالبيومين. ولما الالبيومين يقل النسبه يحصل فيها ايه؟ تقل. او ممكن يا دكتور النسبه تكون زياده الجلوبولين، والجلوبولين بيزيد في حالات السيفير انفكشن، الانفكشن العدوى البكتيريا والاحداث دي. يعني ليه يا باشا؟ ما احنا قلنا الجلوبولين ده بيخش في تكوين الاجسام المضاده، ما تركز بقى. فبيقول لك ان الجلوبولين بيزيد في حالات السيفير ايه؟ انفكشن. فتيجي تبص تلاقي دكتور قام طالب تحليل العيان وقام الرقم طلع 8 من 10، فالدكتور يقوم مركز كده 8 من 10 يعني قليل، فانت قدامك يا اما الالبيومين قل، يا اما الجلوبين ايه يزيد. نقص الالبيومين بتحصل في حالتين، يا اما المصنع بتاعه باظ اللي هو الليفر سيروزس، يا اما الكليه باظت فيسموها كيدني نفروزس، او الجلوبين زاد والجلوبين يزيد في حاله السيفير انفكشن. فانت لما تطلب التحليل للعيان ويطلع لك 8 من 10 قدامك 3 اختيارات فقط تفكر فيهم عشان تعرف تشخص، يا اما العيان عنده ليفر سيروزس، يا اما العيان عنده كيدني نفروزس، يا اما العيان عنده سيفير انفكشن. وبالتالي التحليل ده تحليل مهم. طب افرض عملت التحليل ولقيت التحليل عالي، يعني المفروض الطبيعي ان هو يطلع 1.2 من 10، 1.6 من 10، لقيته طالع مثلا 2 3 عالي، يعني هما قايل له مفيش الا حل واحد بس ان التحليل يطلع عالي. الحل ده هو ان نسبة الجلوبين تكون قلت. وامتى يقل الجلوبين؟ طبعا الجلوبين ده اللي هو المقام، فلما المقام يقل فالنسبة كلها تزيد. حضرتك المفروض فاهم ده عشان ده رياضة، يعني عيب. مش عارف، حاسس ان في مجموعة من الحمقى وراء الريكورد مش فاهمين. بص يا بيه، يا اما النسبة تقل، النسبة تقل في حالات نقص البسط اللي هو الالبيومين، او زيادة المقام اللي هو الجلوبولين. طيب امتى النسبة تزيد؟
مفيش حل قدامك الا انت تقلل المقاومة. طب يا دكتور ما ازود البسط؟ مفيش حاجه اسمها البسط يزيد اللي هو الالبيوم، مفيش حاجه اسمها ان هو يزيد، انما في نقص الجلوبولين. الجلوبولين ينقص في مرض اسمه ايه بيه، اسمه كونجينيتال، يعني مولود بيه وغالبا وراثي، اديما جلوبولينيميا. جميل قوي. ايه ده، ايه المرض ده؟ معلش في كلب معدي في الشارع، معلش. كونجينيتال اديما جلوبولينيميا معناها مرض وراثي بسموه كونجينيتال، ايه يعني مفيش، ايه يعني مفيش داما جلوبولين في الدم، ايميا يعني في الدم. فالمرض تعريفه هو ان مرض وراثي مبقاش فيه داما جلوبولين فقل، فسموه كونجينيتال ايه داما جلوبولين ايميا. يا شباب هم ملقوش الاسم ليه، فسموه بصفة المرض بسببه بكل حاجة. يعني ما عندي يقول لك انا عندي كونجينيتال اجاما جلوبولينيميا، وهو بيقول اسم المرض اساسا قدامك انت بتبقى ايه ده كونجينيتال، يعني ده سببه. إيه المرض عبارة عن ايه؟ يعني ما فيش ايه يعني ما فيش جاما جلوبولين في الدم. طيب إيه اخر حتة اللي انا عاملها ديت في الريكورد دي مهمة قوي، الالبيومين على الجلوبين ريشيو. هقولها اخر مره بهدوء، البيومين على جلوبين ريشيو، بنجيب الالبيومين نقسمه على جلوبين، يطلع نسبه 1.2 ل 1.6. لو النسبه طلعت قليله يا بيه، طلعت 8 مثلا، قدامك حلين، يا اما الالبيومين قل يا اما الجلوبين زاد، يا اما الالبيومين قل يا اما الجلوبين زاد. والالبيومين يقل في حالات الليفر سيروزس والكيدني نفروزس، الجلوبولين يزيد في حالات السيفير انفكشن. طيب النسبة طلعت عالية، يبقى انت ما عندكش الا حل واحد بس، هو نقص الجلوبولين في حالات الكونجينيتال اديما جلوبولينيميا.